وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا ألهمنا رشدنا وزدنا هدى وتقى، واللهم زدنا محبة من لدنك لنتمتع بها أكثر وأكثر وأكثر، وأنت دائما في شأن تزيدنا ببركاتك وخيراتك كلما صدقنا معك وكلما تأدبنا معك، فزدنا ولا تنقصنا من رضوانك يا كريم يا حنان يا من. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورحمة. الآن نرجع مقارنة بآيتين من سورة التوبة براءة وآيتين من سورة الصلاة. يقصد ذلك النور، يقول كافرون، يقصد عدم الانصياع لأمر الله عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول مش أي نور يغطيه فيه ظلنا ظلما متاع قلوبهم خبيثة في قلوب المرض. أي ناس هذوما من يعود صغاج من قطيع من متوحش ويدعي ما ليسوتي، مفهم كانوا يعرفوا الثقافة، مفهم كانوا ما يبنيون حضارة هي قبارة القبارة حضارة. ولذكرت لهم ماذا زرعوا وماذا حصدوا. أما الميزان هو الميزان هو الله راضية أو راضية. إذا كان عندكم المونوبول متاع رضا الله وعيونك تم المونوبول هذا، يعني مش ربي يحكموا ويقول لك رضيت ولا غضبت. عجب خي المرجعية شكون؟ الله ولا أنت؟ تدوسوا وعي ولا مصداقية لكم ولا وعي لكم. كيفاش أنت ما كفاية بنفسك حقيقة راسك على خلاياك وراسك على نبضات الكهربية في مخك تعرف شيء؟ ممكن نعلم يعني مثلا شيء. مش فيك انت بريت بجانب الآية بريت اللي انت عالم ما لما كيف واحد قل لي من تدعي في الأنجي في السبع حفظت شيء وغابت عن الموشي. إذن بوش كوزي موتوس سيلو سيلو بلي أبوال أمتي نسبي dans les pas plus loin dans votre emballement vers plus de mystère satanique, plus d'errements, plus d'agressivité, auto-agressivité et hétéro-agressivité. Et il y a le HTV où le Moukarm a dit je t'amène tout le temps. شوفوا حقيقة اللي يحب يكبر الله هو كافر، لأنه ما يحبش يرى النور هذاك أرقى اللي يعمله. ولعابوا الإسلام هم مشركون وحسوا مشركون. لا أيتي منهم هو سورة التوبة براءة الجزع هو ولدي. لا يريدون أي ثمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يكتم نوره ولو كان يأكل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان مشركا. أي أنتم اللي أعماقكم فيها كر الإسلام وظاهركم فيهم تقية بس ما يطلقهمش أيدي أهل الإسلام. قال أنا مع الناس معكم خصومة، أنتم في الخصومة. قعدت أنا الرسول عليه الصلاة والتسليم فقط. وأنتم مش أراكمش. راس الطريق العناء والسماء والجاهلية جهلة. يقول ربي في سورة الصف مثل ما سبق سورة التوبة. يريدون يطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره متم نوره ولو متم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليس على الغالب على غربين وقلة غربين شكون عنده حضاره صحيحه
وعنده بكرة صحيحة في الأخير بكرة. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله. طيب كل ما سبق من الأديان الإسلام هو مهيمن عليه الكل يظهر على الدين كله. أي ليون من سبق عشان الحق 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 شيء بالعلاقة مع الله أنتم مشركين. هذا يقول عزيز بن الله هو زيد هو زيد يعني هو زيد. ولكن أقول لك الثلو ما عندكم شيء من الإسلام زيد وقاعدين يتعلموا قاعدين يجيبوا الناس باجتماعات الكنائس المتنوعة يجيبوهم سكين ضفلين يحبوا كلمة الله لكن قليل ما تقال بصدق. أما جيزو هو رقعة ربي واليهود أعطيهم المال وسيبهم وين الإسلام؟ لا إسلام يسون دي زين سومي دون يسون بني غني et jeté dans l'enfer le plus sévère. يريدون يؤمر الله بأفواههم يريدون يؤمر الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ريت دين رب لا يقبل البطل ويعاقب على الباطل ما دمت فيهم عبد الشيخ كنز او كل هيا روحك بالعيد وبئس المياه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال له وماش دين شعير الله شعير عبد الله عبد اليهود الاب ولو كان يمشي اكر كمتها تمشي في الطيار انصال بوليتيس انصال انغراء من جزء السلام على من اتبع الهدى.